مرحبا بكم في فيديو جديد. كل شيء تعرف على اننا ودعنا سنة 2019 ودخلنا 2020. في 2019 فيها بزاف ديال المغامرات عشتو معايا في هاد الشانيل في القناة ديالنا وديالكم كاملين. دونك جيت ندير لكم هاد الفيديو الصغير باش نقول لكم تنشكركم بزاف جزيل الشكر على انكم تبعتوا معايا حياتي وعلى انني من قررت انني ندير الشانيل قررت انني نبارطاجي مع الناس المغاربة الواعين بزاف حياتي ونعيشكم المغامرات اللي تنعيش ونشارك معكم حياتي ونشارك معكم الاهداف ديالي واي هدف حققته تنشارك معكم في هذه الشانيل هذه كفلوغر بطبيعة الحال. اسبروني بزاف ديال لي فلوغر مغاربه بزاف ديال لي فلوغر امريكيين بطبيعة الحال. داكشي علاش ستارتيت هذه الشانيل هذه كانت البدايه ديالي ماشي غير هكاك كانت بدايه جديه جدا رغم انه لقيت بزاف ديال الصعوبات في الاول لقيت بزاف ديال الكومنتات خايبه ولكن ركز على الايجابي ركز على الناس اللي تيشجعوني وتنشكركم بزاف وتنبغيكم كاملين بزاف تنشكر جميع 358 شخص اللي عندي في الشانل تنشكركم بزاف على انكم صبرتوا معي في 2019 وعلى انكم دعمتوني وعلى انكم تبعتوني كيف ما بديت منين بديت من ازيرو حتى لدابا الحمد لله تنشكركم بزاف بزاف لكم الفضل الكبير لانني بسببكم باش انني وصلت لهذا النيفو ديال لي فلوغ وبسببكم على انني كملت في الطريق ديالي. في الاول كنت ما كنعرفش نصور ما كنتش تنخاف من الكاميرا ولكن واجهت النفس ديالي وليت تنبان في الكاميرا ما كنتش كنعرفش نصور ولكن بعد النصائح ديال الناس وبطبيعه الحال المجهودات ديالي على انني حققت على انني قدرت نعالج المشاكل ديالي. جيت نقول لكم في هذا الفيديو الصغير باش ما نطولش عليكم على انني تنبغيكم بزاف تنبغي العائله ديالي تتفرج فيه تنبغي الاصدقاء ديالي اللي تتفرجوا فيه تنبغي الناس اللي من اول مره غيعرفوني بسبب هذا الشانيل عن طريق الشانيل وعن طريق اليوتيوب تنبغيكم بزاف وتنتمنى على انكم دوزتوا 2019 كامله مزيانه. انا عارف على ان 2019 الناس دوزوها كلي دوزة خيب كلي دوزة زوين ولكن نسى الباسي وبدأ البخيزون ديالك وركز على الفيوتر ديالك وخدم عليه وغادي توصل ان شاء الله. ونقول على ان 2019 جاتي فيها كل شيء ما كاينش الناس اللي ما دوزش عندهم 2019 فالحاجة زوينة وحاجة خايبة. بالنسبة لي انا دوزت 2019 فبزاف ديال الحوايج خايبة ولكن بطبيعة الحال فبزاف ديال الحوايج زوينة وديما تركز على الحاجة الزوينة ديما ركز على الحاجة البوزيتيف وتشكركم بزاف. ودابا دخلت 2020 عام جديد عام طوب عام كوكوس عام طوب عام بوغوس اللي غادي نقول لكم تهلاو لي فراسكم وكلوا مزيان وما كاين غير الصحه الا مشات الصحه مشى كل شيء. تهلاو لي صحتكم وما تستريسيوش راسكم عيشوا الحياه الحياه صغيره عيشوها وتتمنى لنا العام الجديد يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر. تتمنى ان والديكم كاملين يكونوا بخير ويوليوا بخير ويطول لهم الله في العمر. تتمنى انكم تكونوا قادين ومقدودين وانكم ما تخليو حتى شي حاجه تغلبكم وما تخليو حتى شي حاجه تحطمكم وما تخليو حتى شي واحد ولا حتى شي حاجه ان تكون ضدكم في الطريق ديالكم. بغيت نقول لكم اخر كلامي في الفيديو تنبغيكم بزاف والجديد في الشانيل الجاي ان شاء الله فيديوهات اللي غادي يجيو في 2020 غادي يكونوا احسن من 2019 وغادي ندير كاع اللي في جهدي باش انني ننال اعجاب ديالكم وعلى انني في الشينوا بغيتكم. اي واحد بغى يدير شي فيديو ولا شي حاجه مرحبا مرحبا وعلى انكم بغيتكم تبارطاجيوني ولا بغيت مكرهش المغرب كامل يتفرج فيا الى تزادوا عندي بزاف ديال الناس غادي نكون فرحان بزاف وغادي يكون وغادي نزيد ندير المجهود ديالي. تنبغيكم بزاف وتمنى ان 2020 تدخل علينا بالصحه والسلامه طول العمر وتشلوا لي فراسكم. كان معكم يحيى فديدين يحيى فلوغ تنبغيكم بزاف بالله تشاو.